انا محتاج اعمل الدخان، تمام؟ هاجي هنا افتح جوجل حبيبنا كلنا واكتب سموك. معايا يا شباب سامعيني كلكم كويس صح كده؟ تمام. هكتب سموك بي ان جي، تمام؟ واقعد ادور على حاجة تكون فيها الدخان بي ان جي، او ممكن اعمل كوفي. سموك بي ان جي، بحيث ان انا اعمل صورة زي دي واصلة. انا مش عارف دي بي ان جي ولا لا. لا دي مش بي ان جي. مش عارف دي بي ان جي ولا لا، هيبان برضو. دي مش بي ان جي، دي بي ان جي. الصورة دي خلفيتها ايه؟ ترانسبيرنت، شفافة. حاجة سيفها عندها ديسكتوب. وقدامك حلين، يا اما تعملي الرينتر وبعد كده تدخلي الحاجة على الفوتوشوب تعملي الدخنة، يا اما تعملي الدخنة هنا على الكيشوت دايركت. هدخل في اللايبرري بتاعت الكيشوت. في اللايبرري هنا نقدر نعمل شوية مودلز جاهزة، زي المودلز الجاهزة اللي في الراينو. يعني ممكن اعمل كاب هنا اسحبه هنا دراج واسيبه، ممكن اعمل اسطوانة واسيبها. فانا مثلا هعمل اسطوانة هنا اسحبها دراج واسيبها هنا كده مثلا. الاسطوانة بقت هنا، عاجي احطها فوق الاوبجكت بتاعي. حلو. وهاجي في السين، اجي اقفل كل حاجة واجي اشوف السلندر اللي عندي هنا من بوزيشن، اعرف اتحكم في سكيله ازاي، اقدر اكبر السكيل بتاعه زي ما انا عايز. خلي السكيل بتاعه مثلا سي 40. حلو. ممكن اكبر في سكيل في اتجاه واحد، يعني ممكن اخلي 40 دي 60. لا اخليها 40 معلش. ممكن اخلي 40 دي 60، انما اطوله بقى. ممكن اخليه 150، ممكن اخليه 100. واصله. وممكن اخلي مثلا ده كده، ممكن اخلي ده 40 مثلا واضرب ده في سكيل مثلا سي 60. حلو. اجي اعمل موف، ممكن اعمل موف كده مثلا سي 60 100. لا كتير قوي 100. ممكن اخليها 80، اللي هو بس اعمل له موف في الاتجاه ده. واعمل هنا سالب مثلا 10، ممكن اخليها صفر، ممكن اخلي ده صفر، تمام. وممكن اطلع بده مثلا سي 120 كمان. 100، 90، وخلي السكيل بتاعي مثلا سي 50. انا كل ده بظبط سكيل السلندر بتاعي. في مشكلة في ده، انا كل اللي عملته عملت موديل، دخلت موديل على الكيشوت وشغال عليه. هاجي بقى انزل هنا على الشادو ده، هاجي ادخله هنا واجي اختار كلر ولا بامب ولا اوباستي. هاجي اختاره اوباستي، هاجي اختار الكلر هنا اوباستي. دبل كليك هنا وادخل على التكتشر بتاعي. اول حاجة هنا هدخل في حاجة اسمها في الاوباستي، هتلاحظوا فيه هنا حاجة اسمها اوباستي ماب كلر، هتلاقي فيه كلر وفيه هنا الفا وفيه حاجات كده. لو دوست على الفا اداكي حاجة، كلر اداكي حاجة، انفيرس كلر اداكي حاجة. لا هعملها كلر. هنا هتلاحظوا ان هنا في بلانر اداكي تأثير، هنا بوكس اداكي تأثير، لكن انا عندي الوضع ده سلندر اداكي تأثير. لما عملت سلندر حتى بدأت يديكي تأثير السلندر. واصلة معايا ولا عيد تاني الكلام ده؟ تمام. حلو قوي. بعد كده بتيجي تتحكمي في الديامتر بتاعك. هنا 50، ممكن اقول ان ده 100، ممكن اقول ان ده 30، ممكن اجي ارجعه 50 تاني زي ما انا عايز. ممكن اعمله سين يونت، وممكن اعمله دي بي اي. دي حاجه ايه ترجع لكم. هنا تقدري تعكسي فليب اوفست او فليب فيرتيكال زي ما انتوا عايزين، اللي هو اتجاه الشادو اتجاه الحاجه. هنا ممكن الغي التو سايدد، اخليها سايد واحد.
خليته سايدد، دي حاجة برضو ايه ترجع لكم. هنا برضو البرايتنس شايفين، ممكن العب في البرايتنس على الايه على المابا، وممكن اقلل البرايتنس، دي حاجة ترجع لكل واحد. الكونتراست ممكن ازود الكونتراست، ممكن اقلل الكونتراست، دي برضو حاجة ترجع لكل واحد فينا بيشتغل ازاي. اساسي خليها واحد، وخلي دي واحد ونص مثلا، وارجع تاني للانفايرمنت، اعمل اللي هو الباك بليت ايمج، باجي بموف مش عارف لان انا قافل الكاميرا، فانا هدبل كليك على فري كاميرا، وهاجي ارجع كده اصغر حاجه زي كده بحيث يديني واقعيه اكتر لحاجه زي كده مثلا. ممكن احطها هنا الكاميرا طبعا، هنا برسبكتيف، هنا ممكن اخليها اورس جرافيك، هتديني حاجه بالشكل ده. واصله شباب؟ تمام يا هندسه. طبعا الدخنه هنا مش باينه، لو عايز بقى ازود تزود انت الدخنه، هتدخل في الاوباستي تاني وتلعب في الكونتراست بقى. ده طبعا كده دخان خارج من شكمان عربية يعني، فخليها واحد ونص مثلا، ونخلي الكونتراست مثلا 0.5. هو لازم موضوع ده ولا ايه؟ غيره الموضوع هيظهر يعني. بتقول ايه؟ نعمل سلندر عشان الدخان يظهر ولا مش شرط موضوع السلندر؟ السلندر واقعي اكتر لانه هو هيبقى راوند عليه، فاهمني؟ هيبقى جايب لك من كذا اتجاه، مش هتبقى باينه ان انت كانك حاطه على صوره. تمام، مش تبقى فلات يعني، مش تبقى فلات. بعد ما نخلص خالص كنترول بي، تعالى هنا بقى رندر طبعا احنا اخر مره مرندرين انيميشن، هنرندر حاجه اسمها ستيل ايمج. هاجي ادخل في ستيل ايمج، اجي اعملها هنا جي بي جي، واجي اقول والله ان انا عندي مثلا سي ده 3000، واجي ادوس رندر. احنا كده بندي تفاصيل اكتر للايه للشغل بتاعنا، تمام كده. معلش ادوني دقيقه كده وابقى معاكم دقيقه بالظبط. انا كده خلاص الريندر بتاعي خلص. في مشكله في ده؟ لا تمام، بس انا اعتقد لو الخلفيه كانت اغمق شويه كان الدخان هيبان، يعني طبعا طبعا ممكن ما نلعبش في الاوباستي او التون بتاع الدخان، بس لو لعبنا في الباك جراوند ده هيكون اوقع. طبعا طبعا متفق معاك 100%. بص هوريكي حاجه على كلامك ده، خلينا نعمل كولر، ونيجي نعمل هنا الكولر بتاعنا اسود، وتعالي نشوف الحاجه هنا عامله ازاي. طبعا انا لو جيت رجعت بقى للاوباستي بتاعي في السين هنا، اخليها واحد، واخلي ده هنا واحد. واصله؟ انا اصلا السلندر عندي عامل لي مشكله، واصله يعني؟ واخدين بالكم الماب عامله ازاي؟ ايوه. ده هنا بقى هيبقى محتاج مننا لعب كتير قوي. ممكن العب في الانجل، ممكن اخلي الانجل دي مثلا سي 90، ممكن اخليها 30، ممكن اسيبها صفر، ممكن الغي الريبيت، ممكن الغي الريبيت، ممكن الغي تو سايدد، ممكن يعني ممكن ابدا العب في الحاجات اللي هي عندي اللي هتخليني ان انا ايه اتحكم في الموضوع. نخليها 50 تاني، هي كده ريل اكتر، هي كده ريل اكتر، بس محتاجه شغل اكتر يعني، يعني محتاجه شغل اكتر من كده بكتير. الكالر ده لو خليناه الفا كالر كيتشر ماب، ممكن نخليها مثلا سي تس 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 تس
لعبت كتير، انا بص حاجات كتير قوي. الشوز ممكن نخليها جلاس، ممكن نخليها فلات، ممكن نجرب ليكويد، ممكن نجرب بينت، ممكن نجرب ميتال، يعني ممكن نفضل نبدأ نجرب حاجات في الديفيوز كتيرة يعني. ترانسكلود ادفانسد مثلا، ريل كلوز، يعني مش يعني تقدروا تجربوا حاجات، يعني تقدروا تجربوا تأثيرات يعني. خليها ديفيوز زي ما كان. طبعا انا ممكن ارجع تاني للسين هنا، اكبر ده زي ما انا عايز، او اعمل له ستريتش في الاتجاه اللي انا عايزه. وهنا برضو الوضع بقى افضل بشوية يعني، يعني الوضع هنا بقى افضل شوية شوية شوية. بص هو الفكرة في ال في البتاع في ال اللهم صل على النبي، في ال في السلندر، هو في اللقطة دي يعني، انت وانت بتلف بتلاقي الدخنة ماشية حول الحاجة. انت حابب تدي مور رياليتي، ممكن نيجي هنا في السين، نيجي نعمل له موف، ونيجي نحركه كده بحيث تبقى الدخنة من نص الشكل بالظبط. اعتقد كده مثلا مور رياليتي مثلا. كده أفضل من الأول فعلا. طيب واحدة واحدة كده بقى معايا، فول ستوب على الحتة دي، هنشرح حتة تانية.